وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين وركان دق دقان إذن لسو قارينا دي لا يوكر علي نقضو بارلمانك فدرالك صوماليات شرقول أيا لوديقي حكومة الدم الجديد وحي دوني سائنا إلا يسو بارلمانك صوماليا بارلمانك كورم يدي أي بوحين وأيين شرعية قرصون يا شرعيقان لدقال لنك أرقق حسادة هداي أنسحين وأيان وحال لقرشيي إن للايو أيا لقرشيي qaraxyada magaalada la soo galiyay maalmihii ugu dambeeyay targetka ugu weyna waxaan soo ogaanay in lala dan leeyahay ama lood macni la rabo in lagu dhameeyo baarlamaanka Soomaaliya kaalinta labaadna waa shacabka Soomaaliyeed markaas kadib in lagu jahwareeriyo laakiin targetku waa baarlamaanka Soomaaliya arintan waxa gadaal ka riixaya qowdo shisheeye oo damujidid la shaqeeya ee baarlamaankan in la laayo wulibana ماركيس لبا قيبود با لو كلا قيبيي قيب تيم كي فرماجة لغو توهمايو اي تيم ماركيس ايوغو اي وطان هداي اسو قران كوا ايوغا لصفان حتى مرنا فايان جدد اوغوين ايليين وحاوي بارلمان ان لوايو شقايا او دل كان ديكتاتوريد لقليو هداو بارلمان كهل ودا لو فرطي او يكسو قران حارونت بارلمان كسوماليا فيلا هرقيسة ماش هسيادة أو تارجت وحان الرباعين للدمائي أنا يقول مركم وحان كالأوغين ما فيلا هرقيسي أغو قلي ربان مسه وضادة مركة صفك اللي قليو بارلمانك أي صفك قلعيان مركة هسي ربان إنا يدمائيان من ديتك أي دمائين ربان من نقارنو وقتك معني أي كردق عيان ما قرانينو لكن وحالك يابا أفكينا بارلمانك سوماليا إنو إلهي كوبت باديو أي فشلمان دمو جديد قرشاه أي وطان أرنتان وحي كدن بيسي مركي حسن شيخ محمود والله اللي آدن مدوبي يلفتا قرين وكوي ريح اللبان نظا كورم كي بحسمي وايي وإن لصوت درا أو ماركي سي شرعي يدا سي أي أباس قرأيان وشرعي يدا عن كوركوسو حسني أي أه إن نيسا نيك جوغا أفر سنة أن لبدلي كرين إن لشرعي يو إيوه ما أركيس الشرعية قرصون أو قلها وسيرة واركو وأنسحيي لكن بارلمانكا أن ولي لقينين سي هوسي لو قرنايو أو خطركو أه دولة نمادة يددك صومالي دا أه يددلك صومالي يبا مركا ولا ليال بارلمانك صومالي كلي ما أركيس وي إداوانا يان أما وي أركي دونان وحد أغاتان إن دم الجديد أي قرشاينا يان إن أدينك لا إدين لايو لمبركو سيد الله إدين لاينا يا يقاب تلا إدين كل لاينا يو أنا يقول ما شرعي حكرا لا يهدا كم جوليسن لكن وحنا كم جوليسنني شرعية ده سي حدي أباس جرين ويسن إن لا إدين لايو أولي بو إسكو هيستانا وحيلين ما حان شرعية لا سوينا هدا أنا لاينو شرعية سيد أصوب النوع أباس جري سيا هاي دلك الجهور أركلو جلايبة مركن نمان كان سيد أصي سوقو هيستان يكو ورد هاي بل كان إسكو قدام بي أن سجنو حلاينا هاي مركي guddiga joogtada baarlamaanka la sugaayay in ay la kulmaan Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobadaasi uu kala hadlo si loo baasgareeyo ay u gooyeen marka horta tashigaas ayaa hadda jira laakiin waxa la isku raacsan yahay in la idin dhameeyo baarlamaanow
marka laga reebo Cali Maxamed Geediyo hadda kor sheegay doorashada intaan la gaarin iyo sheekooyinkaasi marka laga yimaado hadda kawaanka ayaa saarantiin mididiina miiska ay saarantahay marka idinka yaqaana sida aad ma arkayso uga dabaalanaysaan ilaan shalay idinka soo doortay Xasan Sheekh Maxamuud idinka gacantina ku doortay idinka damujidid u codeeyay sidaad uga dabaalanaysaan Allaah og laakiin anaga abaal baan idin gashanayna hadaan nahay warbaahinta SMC oo anigu macallinka lugay aan ugu horeeyo waxa weey waan idin sheegayna in la idin ku soo maqan yahay walaalayaal intaasan idin la wadaagayney baarlamaanka Soomaaliya shirqool adag baa loo dhigay hada qofkii ma arkaysay macnihii ka naxayay qofkan ka naxayinba anaga sheegistaan leenahay siday uga dabaashaan iyaga yaqaana ma arkaysay goobta iyo goortana ma kala naqaano sharciyadaasana lagu haystaa baarlamaankan Soomaaliya ma arkaysay hadda ay ka warwareegeen oo ay diidan yihiin oo Daahir Amiin Jeeso uu kow ka yahay uu yiri no ma ogolin biya cadde gobolka Shabeellaha dhexana ilaa iyo 100 qofood in ka badan ayaa maqaayad ku sumoobay raashin ay cuneen haddaba suntaan waxay ku soo badatay Soomaaliya kadib markii damuljidid ay xukunka timaaday oo ma arkaysay xataa mid la isku buufiyo ay keeneen mid cuntada mid barafuun mid carfaaya dalka musiiba soo gashay maqaayadii bay geeyeen hoteeladay geeyeen meel walba way geeyeen salaantay geeyeen waxa weeye konton qofood in ka badan dad amaanta isbitaalada Muqdisho loo soo qaaday waa dareemi kartaa marka suntaan waxba la yaabin ciidamada nafsadooda qaar baa ma arkaysa la sumeeyay qaarka kalena waxa weeye in la sumeeyaa la rabaa dadkan waa la baabiinayaa marka ilaahay baa ma arkaysa macni aan ka magan galin dhibaatooyinkooda laakiin targetka ugu horeeya waa baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed in la dhameeyo si dalka jeh kalaba loogu qaado intaasaan idiin sheegaynaa dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan qofa wuxuu leeyahay mooshinadii meel ku sheeg mooshinada iyaga ka fariistay shaqadooda ay qabsan waayeen qofkii shaqadiisa qabsan waayay waa laga shaqeysanayaa meesha mooshinada intay qabteen oo diyaarsadeen ayaa waxa la yiri waan ka xaajoonaynaa dibaan macnihii ka sheegi doonaa waan iska afgaranaynaa adinka idin ku soo socotaa marka adinka idin taala muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato Firdaws.